صفعة للعروس أمام المدعوين، ولكمات متبادلة بين العروسين، أو اختطاف للعريس أمام أسرته. هذه الوقائع باتت مشهداً معتاداً في الأفراح المصرية، وبالطبع ليست محض صدفة، وإنما بتدبير خاص من أجل الترند، وذلك بأداء المشاهد بإقناع شديد كما لو كانوا ممثلين حقيقيين. فما القصة؟ على مدار الأشهر القليلة الماضية انتشرت مقاطع عدة من أعراس بمحافظات مصرية مختلفة يؤدي فيها العروسان مشاهد تمثيلية أمام المدعوين كما لو كانت حقيقية بهدف الشهرة بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتجلى ذلك في هذا الزفاف، إذ وجه العروسان الصفعات لبعضهما أمام المدعوين في محاولة لجذب الانتباه، وهذا ما حدث بالفعل. أما هذا الزفاف الذي أقيم في محافظة المنيا خلال شهر سبتمبر الماضي، فتحول إلى حلبة ملاكمة بعدما ارتدى العروسان قفازات لينهمكا في توجيه الضربات لبعضهما. والعرس الأغرب أقيم في محافظة الدقهلية، إذ اختطف العريس أمام عروسه والمدعوين، ما تسبب في جدل كبير، حتى تدخلت السلطات الأمنية في الأمر، واكتشفت أن الواقعة برمتها كانت مفتعلة من أجل الشهرة. وأنتم أخبرونا ما رأيكم بهذه التمثيليات في حفلات الزفاف؟